جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد. وويلا وحسينا وغريبا جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد. مترملا بدمائه ترميلا وين الموضوع؟ أتمنى بصيرتك وياي وقلبك شوية وياي تحافظ لي على هدوءك. بصيرة وقلبك وروحك شوية تأمل بالمعنى. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا. وين الموضوع؟ شنو القضية؟ وكأنما يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. قتلوا رسول الله في ذلك فدول هالعبرة هاي. الله يديمها هالعبرة هاي. كن ما تسكن هاي العبرة على الحسين طول العمر. اللهم اجعلنا من الباكين على الحسين. عبد الله وكأنما يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. راح تشوف ليش اعتذرت من صاحب الزمان. قتلوك عطشانا قتلوك عطشانا ولما يرقبوا. انا بعد يمكن ما احتاج احكي وياك بعد ولا حركك. العبرة بصدرك والونها في داخلك. قتلوك ضمانا عطشانا ولما يرقبوا. هي في قتلك التنزيل وآيا التأويل بعد ويكبرون. شلون معنى هذا؟ ويكبرون وإنما ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا. وويلاه وويلاه
ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير. التهليل ارفع لي ايدك شوية الليل، ارفع لي ايدك وخل نون لصاحب الزمان. صار بحالنا، الله اكبر، صار بحالنا يوم ينسبنا. عفنا حسين يا يما ومشينا. شنو شنو قدامنا الراس معلقين، فرد ونا فرد ونا. قدامنا الراس معلقين، هاي ضربونا ونشقف بديه. هذا البيت، هذا البيت ما قرينا لحاجة إلا قضيت. ولمن ليالي كربلاء عسرا، ولمن ليالي كربلاء عسرا، ولمن وعلي جمعا مصايبهم، ولمن انا جئت مدلل وياهم، جئت مدلل وياهم. ولمن وقع عباس دهري خانبي، وقع عباس دهري خايا. احنا كل يلا معتمدين على الله وعليكم، مجلسكم وانتم اهل عزاء ومواساة. شيل ايدك عاشوري داراج يا زينب، وين تالي الدهر؟ واحد يقول، واحد يسأل، شنو ذنبها زينب؟ شنو جريمتها زينب؟ ليش يا زينب وين تالي الدهر؟ دارات بقت موحشة ومظلمة، تتحملها بيك حيل؟ بقت موحشة ومظلمة، دارج دارات عقب عباس منه الإجي؟ ياهي داريج من ورا ابو فاضل كنت مدللة وهسه السبية. دارج يا زينب وين تالي الدهر؟ اي والله يا زينب، يا زينب عقب ابو فاضل، عقب اخوتك، عقب اهلك، وين تالي الدهر؟ دارج بقت موحشة ومظلمة، بقت موحشة ومظلمة. عقب عباس منه الإجا؟ اي والله عقب عباس منه الإجا دارج، كنت مدللة وهسه سبية. والله كنت مدللة وهسه يا
يا سبي الله.